حضاري وكتير متفاهم. لا تخليه يلمسك شامه. الرجال بتحركوا الشهوة، كل ما اشتهى وما نال اللي بده اياه بحب جنون.
أما إذا نال اللي بده إياه بدير ظهره وبيمشي وبيدور على نكهة جديدة. ماما نحن متفقين إنه التعميم مرفوض. لما الأمر بيتعلق بالرجال عممي ماما عممي، كلهم بيشبهوا بعض. أحسن شي تروحي تلعبي رياضة. والله صار لازم تشكلتي أمورك. استغفري ربك ديما، من وين بتجيبي هالأفكار؟ الله لا يسامحك يا منصور، صار لي سنتين عم برسم عليك وبحضر مرافعات عنا، مشان بالأخير تعطيني هالخازو تروح لعند شام. ما رح رد عليك أساسا، ماني لقيانة أسمع صوت رجال. بكفي خمس دقايق منكون على باب القصر أستاذي. الله يوفقك، تأخر. تطلع ستين أحمر. لك يا ابو حمبا شو بدك فيه؟ اسف شامي شوي تاني. شامو انت سبب تعلقي بالحياة، اذا خسرتك بخسر كل شيء، وقتها بس بمتلك جرأة الانتحار. خير شو صاير؟ اخذت ولد وهربت. اها تهريب يعني؟ اخذت قرار رفع منع السفر عن الولد، بعثت رسالة مكتوب فيها حياتك ما حتشوف ولد. فكرت عم تمزح، هي اكيد دافعة او مقدمة وزارة التعميم. اللعبة ما بدك تنحكوا فيها. طيب لا تخاف لا تخاف، كله بيلتقى له حل، لانه قرار منع السفر ما له حل. قانوني ولا مو قانوني، انا بدي ابني. والله يفضحه، وصل لفوق، هذا ابني استاذ منصور، ابني. ها تشرفنا تشرفنا. مرحبا، أنا سليم دكتور أسنان.
وانا ديما محاميه. ليش عم تركضي بسرعه؟ هيك بتاذي رجليك. شو رايك نركض مع بعض مشان نشجع بعض؟ بس ماشي سريع. ها ماشي تفضلي. قلت لك ماشي سريع. ايوه عم عاديك الايام شو كانت حلوه ولو؟ اي والله اصل الله. بس بتعرف اخي في شيء تغير. اللي تغير يا استاذ ميار انه الناس ما عادت توثق ببعضها، لا بالحياه الملموسه ولا بالحياه الافتراضيه. مثلا شخص ممكن يرفض طلب صداقتك او حتى يحذفك من قائمه اصدقائه لمجرد اختلافه مع اراء والدك السياسيه. شو كنتي عم تنصتي علينا؟ لا ابدا، كنت مارقه بالصدفه واغراني حديثكم. عن اذنكم. هلا انت عن جد حذفتها؟ اي عن جد حذفتها. ما بتعجبني كلامها سنه، كلامها ما فيه غير خراب لهالبلد. يعني برايك اللي خرب البلد كلامه المطالبه بالحريه خراب؟ لا، لانه الحريه شيء واللي عم بيصير هلا ببلدنا شيء ثاني مختلف تماما. اسمح لي فيها هي. اللي عم يصير هلا بالبلد بسببه الفساد، الفقر، الاستئثار والسلطه، هذا الشيء اللي نزل الناس على الشارع. شو بدنا نضحك على بعض ولو؟ بتعرف انا وعدت حالي من سنتين ما احكي مع حدا بالسياسه. ما بدي اتخانق معك، الله يفرج احسن شيء. شيلي لي الزباله من هون. امري. ولا لك روحي نظفي الحمام. نظفته ستي مره ثانيه. امري. ابي خلي ميار يفتح لك. يا رب دخيلك ما عندنا شيء صديق تفتحي ولا تنسي تشكيله. ايه حبيبتي يلا بنغيرك والله ما عرفت يلا يوقف تحقيق الفرق. رح اعلمك كيف تكون طولة لسان. مرحبا ست فريدة. اهلين جو حبيبتي. شو بتشربي؟ شو عم تقلعيني؟ من زمان وانا بقنعك تجي تشتغلي عنا. شو نسيتي؟ يا ماما يا حبيبتي انا لساتني صغيره وحلوه وماني مطلقه، يعني ممكن لاقي عريس. الله يسامحك. عم بمزح. شو بكي حبيبتي؟ شو بتشربي عن جد؟ يعني انا عم فكر بشغله. شو رايك نطلع نتغدى سوا؟ شام انا منيحه لا تخافي. يلا روحي لعند مرضاكي. فريده بحبك. وانا بحبك حبيبتي. خلص لا تاكل هم، انا ببقى بشوفك. يخليك يا اخي. الله معك جد. الله معك. ايوه اهلين بنت العم.
ايه حبيبتي شوي وبكون عندك انا. خلص يلا روح روح. اعطيني اياهم لو سمحتي. انا دافعت لك حق الغلاف، شلون تشرفوا للحوار شلف هيك؟ والله شو يكون بمعلومك ما رح مرق لك ياها. انا دافعت لك 200,000 ليرة، لا 1000 ولا 2000. خاطرك مبشر مثلك مثلها؟ ولك شو ذنبها إذا أنت معقدة ومريضة نفسية من شكلك؟ الكريمات ما عم تنفع. وين الفلاح في كورة أخوك؟ شكرا ما دخل. بالعمى ضربك شو خلوك؟ بعدين على مهلك على بنوكي، صار حقها 40 ورقة بغضة. هلا نحن ليش ما بنهرب مواد ونتاجر فيها؟ أستاذ المدرسة مبلغ هالزقة كله ها؟ أنت ما بتعرف إنه هالشغلة إلها ناسها؟ لك بتعرف على كم حاجز لنمرق لنصل لهون؟ اتركوا القصة علي. والله إذا حكيك مزبوط معناها بظرف شهرين بنقبع وش الدنيا نحن وبنخلص من تهبير الإيدين بالشغل. هي عملت لك كل التحاليل والحمد لله ما طلع معك شيء، بقى حاجة تنقبة النسوان. مبين هالمخبر منيح مو هيك؟ هاد احسن مخبر بالشام، يعني ما بيطلع لك تحكي بلوم. امشي امشي. دخيلك وقفي لي تاكسي، وقفي لي تاكسي. لك ركبي مو مني، وقفي لي تاكسي. لك ركبي. تاكسي تاكسي. تشيرز. أهلين بالعروس. شكله شهر العسل خلص بسرعة. أستاذ أنا اتطلقت، في مجال أرجع على الشغل؟ للأسف حبيبتي نحن عم نعمل جدول بهالأيام لتسريح العمال، أنت بتعرفي ظروف بهالأيام. طيب ماشي، بعتذر أخذت من وقتك. لا حبيبتي ما في مشكلة. أهلين ليوش، على السلامة. تعرف أنا كمان عم فكر حفة العمال. إيه والله لازم نحن نعيد حساباتنا، كل الناس عم تفكر هيك بهالأيام. عم ترقصي مو؟ إيه شو بدي ساوي يعني؟ إيوه. ليش وينهم أبطال المسلسلات التركية تبعك؟ ما عم بينطوا لك بالحلم؟ بلا. امبارح كنت أنا ومهند للصبح. ديما تعالي لعندي، كتير ضايجة وضايق خليل. ليش وين الست شام؟ شام عندها موعد مع منصور. ماشي ماشي،
بتدوش وبيجي. ايه ليكي ليكي جيبي لي معك مكسرات بس لا تسترخصي. ايه يلا باي باي. شامي انت حقيقة ولا خيال؟ يعني من اين جايبك هالأنوسة كلها؟ فستان وفضة لكني زمان ما شفتها. عن جد بتذكريني نساء الستينات. منصور لا تبالغ. صدقيني ما عم بالغ. شو تشربي؟ مبيت روزي؟ ايه خلص. اذا بتريد حبيبه واحد مبيت روزي ووسكي. انت دائما هيك بتختفي فجاه. حسيتي بغيابي؟ فيني ما جاوب؟ شكرا. تسلموا. اسمعوني لو سمحتوا. منصور خلونا نرفع كاس شامي حبيبتي احلى بنت على وجه الكره الارضيه. صحتكم. بس تطلقي مرة ثانية ببقى بجيب لك. أيوة شو كنتي عم تساوي؟ ولا شيء. كنت قاعدة على البلكون عم بصبص على الرجال. أوف ليه؟ الملل. قليلي شو أوضاعك أنتي؟ بتعرفي لازم تبعتي رسالة شكر لأبطال المسلسلات التركية. قليلة شو عم تفرغي فيهم طاقة؟ بروحها. دخلك؟ يعني ليش تركي؟ ليش مو عربي؟ سوري مثلا؟ أنا بحب الشاب التركي مزاج يا أختي، بيكون رومانسي وحلو وجسمه حلو مثل المسطرة، مو مثل الشاب اللي عنا عمره 28 سنة وكرشه سابقه. عم تتفقسي كمان؟ مو أساس عم تلعب رياضة لتروحي هالبطون؟ على سيرة الرياضة تعرفت لك على شاب الجنانة؟ إيه لا خليني خبر شام. لا لا تخبريها، تركيا بتكون مشغولة مع السيد منصور. بنت عمي بدها تطلق وزوجها معنت. بتعرفي المشكلة شامي؟ إنه أغلب الرجال بيتزوجوا مشان الولد، والمرأة بتتزوج مشان السترة، ومعظم اللي بيتزوجوا عن حب بيفشلوا، لأن بيصير بدهم التاني يصير يشبهنا ويتصرف مثلنا ويشعر مثلنا. بتعرفي إنه بنت عمي ضلت تحب زوجها 5 سنين وهلأ مو عرفانة كيف بدها تخلص منه؟ هذا لأنه الخلافات ما بتظهر إلا بعد العلاقة الحميمة أو بعد ما يصير في أطفال. ولا تنسى خيبة الأمل بالشريك أبداً مو سهلة. خيبة أمل؟ عم كلمة كثير كبيرة هي، ما هيك؟ ممكن حسب الشخص. شامي أنا اللي بعرفه أنه ما فينا نضل سعداء للأبد، الغلبة للحياة اليومية. مشان هيك خلينا نعيش الحياة لحظة بلحظة. بحبك كثير بحبك.
صباح الخير. صباح النور. أي ساعة رجعتي مباري؟ مالك بالعادة تسألي هيك أسئلة؟ آه صار في رجال بالنص ماما؟ لساتك صغيرة صدقيني، ما بتعرفي رجال على حقيقته. ماما هلا أنت عرفتي رجال واحد بحياتك واللي هو بابا وتركته بعد سنة، ممكن أعرف خبرتك برجال من وين جاية؟ ديما غريبة هلا أخذت من باب القصر ما شفتها. عندي ربع ساعة قبل المرافعة، إذا ما عندك شيء خلينا نفوت نشرب قهوة. آسفة. شو بنا ديما؟ يا عريس يا عدو؟ تعزمين على نسكافيه؟ طبعاً. تفضل. تفضل. أبو يوسف؟ نعم. مين نسكافيه؟ على سيرة جيفارا، بتحبيه؟ ممكن ندخل ولا في شيء خاص؟ ما انت دخلت؟ فوت وسام فوت. خبري المعلم ما رح نمشي من هون لحتى نشوفه. لك يا جماعة صدقوني قرار فصلكم طلع ومشي حاله، يعني وجودكم هون ما رح يفيدكم بشيء. هيك بهالبساطة بترمونا مثل الكلاب؟ خبرونا قبل بشهر وصفونا تعويضاتنا. تعويضات؟ عن أي تعويضات عم تحكوا؟ لك ما أنتوا وقعتوا على الاستقالة من قبل ما تستلموا شغلكم حتى. خمس دقائق يا بنتي، ما رح ناخد من وقته كتير. طيب رح خبره إن شاء الله خير. جيفارا حلم ثوري وشب حلاوة، يعني بصراحة أنا بتمنى لو كنت مرته. مرته؟ ليش كانت سنك واحد مثلك؟ على كل حال يعني في تباعد بالأفكار بينك وبينها ما بتزبطوا. بس هو كان رجال وصاحب موقف. دايما عن نسكافيه أستاذ ميار. عن إذنك. لك وسام خف عنا شوي للبنت، شو بك يا زلمة؟ ليش عرفك انها بنت؟ لتكون كأنك متقد مسحك شوي اليوم. انا رايح اشتغل احسن شيء. شكرا على النسكافيه استاذ ميار، كمان احنا بنفهم بالذوق. لا تنسى الغداء. ماشي. جرب. هذا اللي بالحال متعلم، شو كبولك مي باردة؟ شو باردة ما باردة؟ حسن ألفاظك يا زلمة. بلا فزلكة ولا؟ طول بالك وائل، خلينا نعرف شو نوصل معه. خيو مشي الحال، موظف واصل بالبلدية رح يحل كل الأمور، بس هلا على فهمكم بده نص المربع. هذا بلدك خيو، هذا بلدك. بدك الطعمة تسعة لتاكل عشرة. همونا شوي على الشغل، عنا صبي ماكنة اليوم، يلا. يلا يا رب. لك يا رجل، من أول ما عرفت بعلاقتي برفيقتها مدري شو صار لها، صارت عدائية بشكل غريب. رغم إنه علاقتي بديما كتير مسارها كان واضح، بس أنت كنت عم تغازلها. مجاملة منصور. لك كون مالي اللي عم نتسلى، أهرب من القضابير والمحاكم، بس وحياتك ما كان في أي غاية تانية. بوس رجليك يا سيدي، أنا عندي ولدين عجاز ولاد ما بكفي حق دواء. وحد الله يا زلمة، وحد الله، الله ما بينسى حدا. شو بك؟ أنا شخصياً بوعدكم ترجعوا كلياتكم لشغلكم بس ليتحسن الوضع، طولوا بالكم شوي. تعويضاتنا أستاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في سيولة يا أبو محمد، ما في سيولة.
تزعلي بلوش من هيك الفرق، بيحبوا يتزللوا ويتدللوا ويترجوا وبيقولوا عنا عزة نفس. لا تزعلي. بابا حبيبي، بكرة جيب لي الصحافة مشان يحكوا عن مشروع التدريب. روائية شغف تشتري الغرفة ب 200,000 ليرة واتصالك مسجل. لا يا ابن الكلب لا. هلا ضروري تخيطي فستان اشتري جاهز. بتعرفي انه الي ستايل خاص. شو اعمل؟ دخيل ستايلك انا. كأنك ما بتروحي على العيادة يوم بس. شو ما بحق لي ارتاح شوي؟ بلا بحق لك، بحق لك تحبي منصور كمان. تحبي مين؟ كتير كتير كتير. حدا دافي وحنون، رجال بيعشقك هيك بطريقة جنونية. قلتك يعني ما حبه وصباته. ايه ما تطلعي فيني بهالطريقة. انا اكتر شغلة بتلفت نظري بالرجال صباته. حبيبتي من الآخر رفيقتك عشقانة عشقانة عشقانة. طيب طيب غيرنا يا زلمة. فيروز عند الظهر. لك فيروز بتنسمع بأي وقت؟ شو قصتك يا زلمة؟ هي المخلوقة في إجماع على صوتها. أخي أنا شاز على القاعدة طبعا. أيوه. ما جعت أنت؟ والله جعت. روح لناكل بشي مطعم. طيب عرا ومشاوي؟ عرا ومشاوي لعيونة بدك يا. وهي فيروز. لا بشرفك يا زلمه. خلاص ليكي ليكي، عم بتخيل ديما اذا بتلبس هيك شيء. بدي اشوف بس شو بده يصير فيها بهدها كل يوم. اي لا تخافي عليها، مزبطه امورها كثير منيح. يا ستي هدول البنات اللي بينخاف منهم. على كل حال قلت لها هلا شوي ثانيه بدي اخاف. اه والله؟ ايه شوف شو اخبارك. يا ليكي ليكي تعيش في البستان. يا اهلا وسهلا ست سوزي. في كم قطعه جبناهم خصوصي لك. لازم تشوف لي. يلا هدول هني؟ هدول هني. هدول نفس السايز تبعي؟ نفس السايز تبعي. قديه هدول؟ هدول 5000 دولار. اوكي. ما
بطليها العادة تفوتي سلحفة. دقي الباب. هدول حجوزات الصالون جدا. كل الترتيبات جاهزة؟ إن شاء الله. والمرة اللي بدها تحكي عن تجربتها؟ متحمسة، مع إنه هي المرة الخامسة اللي بتحكي فيها. معلش. بدنا ننخر بدنهم، بركي بيمشي الحال. مو هن بيقولوا على المرة نقاقة، خليهم يتحملوا. هلا بكره بنرفع مطالب الناس لوزارة النادي. حلو. وبناء على هاي المطالب الوزارة راح بتخصص لكل مواطن باص. لك شو بك يا زلمة؟ ليش انت متشائم؟ خيو ماني متشائم. إذا ما مش الحال نرفع دعوة على الوزير. نعم؟ نرفع دعوة على الوزير. لا، أنت عن جد شكلك سكران. ولك أنت نسيان إنك عايش بسوريا؟ صحتك خيو، بصحتك. يمكن الدكتور لما بده يخبرني إني حامل رح يغمى علي من الفرح. رح أتغلظ غلاظة غير شكل، رح أحط إيدي ورا ظهري وأنا ماشي. لك عشتو شفتك عشقانة يا شام. بتعرفي قبل ما كنت فكر بالزواج أبدا، بس هلا بدي أجيب 5 أولاد دغري. أوف، كل هالقلق. ألو. لبستيها للأسوارة شامي؟ وعدتك أنها رح تضل بإيدي لآخر العمر لو شو ما صار. اللي رح يصير أني رح كون ماضيك وحاضنك. قلبي تركته عنك شامي. اشتقت لريحتك. لي على قلبي على عشقاني. امشي لقلبي. فوتي لقلك حلي مع أبوكي. شيك شوي. دخيلك يا بنتي، والله ماني حسنة واقف على رجلي، رجلي مو مني. يا بابا اخذناك لعند الدكتور وقال ما فيك شيء، هذا كله وهم. لك شو وهم ما وهم؟ انت بتكون سدوني انه انا مريض، انا مريض. هلا كنا بالضغط صرنا بالرجلين. خلاص حلي عني، حلي عني، تركيني بدي نام، حلي عني. ساعة رح يجي هذا الصحفي. 12 منيح؟ ممتاز. أنا متحمس كثير للفكرة. يلا. شو بنا أبو محمد؟ ليش عم تبكي مثل النسوان؟ ما في شيء، تركني بحالي الله يخليك. طول بالك، احكي الجيران لبعضها. أنا هوني من الشغل.
بسيطة. شو رأيك تشتغل معي بالورشة؟ بعد العمر بدك يعني اشتغل بالباطون. جرد غاز فاضي ما بقدر أحمل. شبنا أبو محمد جد لي حالك، لا تكون خروق. يلا قوم قوم قوم. تكلنا على الله. ها عم تمشي بشكل صحيح اليوم؟ ايه من زمان هون؟ من شي نص ساعة. كيف القصر؟ تمام شوي ورايحة. ايه شغلتكم حلوة كتير، فيها مشاكل وفيها مجرمين وهيك كتير. ديما فيني اخذ رقمك؟ سجل عندك. 09 3 3. يا سادة، تضمين الدساتير نصوص تشير إلى المساواة بين الرجل والمرأة لا يكفي. على الحكومة العمل الحثيث لرفع المعاناة والإحساس بالغربة في بلد الإقامة. وللأسف هناك أكثر من 100,000 أسرة تعيش هذه الحال، وأفرادها يعاملون معاملة الأجنبي، لا ملكية لا انتخاب لا توريث. لكن هناك امرأة قالت وما زالت تقول: أيها أريد أن أمنح الجنسية لولدي. رح تجي بكرة؟ حسب الأكشن بالقصر. أوكي، معناتها في تليفون هناك. أوكي مشي. باي. ألو ليال، أخذ رقمي أخذ رقمي. بس وينك؟ لا تخبري شام. يلا باي باي. شكراً لإصغائكم، والآن أدعو السيدة منى لعرض تجربتها المريرة. ما بعرف عدد المرات اللي وقفت فيها ورا هالمنصة لحتى أحكي قصتي، بس اللي بعرفه إني دائماً بحس بالتقصير تجاه أولادي لأني ما قدرت أمن لهم الجنسية، ودائماً بنقهر لما بشوفهم بدهم يأمنوا أوراق ويحضروها هن مضطرين ليثبتوا هويتهم، وبخاف دائماً إني موت وما ورطهم لأنه كل الأملاك باسمي. أصعب شي على الأم تغادر الدنيا وهي خايفة على أولادها، لهيك خلوني موت مرتاحة، أعطوني حق منح الجنسية. ألو، أهلين حبيبتي، كيفك؟ ممتاز ممتاز ممتاز، شكراً كتير لك، كتير شكراً. أهلين حبيبة قلبي، الله معك. وهلأ فرجيني يا رئيس التحرير العظيم كيف رح تنفذ حالك من هالفضيحة قدام مرتك الجدة. اللي بده يلعب مع شغاف بده يتحمل الخرمشة. نساء مروا بقالون والقارب ملوا هوراق بالألوان، يا عشاق والزمان يا غدار، حتى الليل صار نهار والإحساس
تحبني.